من الاعضاء اللي عليهم اشتراكات متاخره، فكانوا بياخدوها ويصرفوها على نفسهم، انما ما كانش فيه سعه من الاموال تمكنهم ان هم يصرفوا، فتعطلت وانا مش موجود في النقابه يعني. وبالتالي لا، المعاشات الحمد لله دفعه الاربع الثلاث شهور الاولى صرفت كلها نهائيا يعني. ودلوقتي بنحضر الدفعه الثانيه، احنا بنصرف المعاشات كل ثلاث شهور دفعه، يناير وفبراير ومارس دول انصرفوا الحمد لله اللي كانوا متاخرين. ابريل ومايو ويونيو بنعدهم للصرف، بيصرفوا في سبعه، فبنعدهم للصرف الان. في جمعيه عموميه؟ المفروض ان الجمعيه العموميه احنا الان انهينا ميزانيه 2018 وراحت لمكتب المراجعه وعمل لنا تقرير اول، وبنرد على التقرير الاول خلال 10 15 يوم، والمفروض نبعتها للجهاز المركزي عشان برضه يراقبها ويشوفها، لكن مش هننتظر لما يرد لانه بيغيب خمس شهور تقريبا. هنعمل جمعيه عموميه لاقرارها على حالتها التي جاءت بها من مكتب المراجعه. الجهاز المركزي في النهايه بيعمل الملاحظات وبنصححها يعني. كده في اي حاجه ثانيه متاخره للعلميين بيطالبوا بايه يعني، بدل مصيف او حاجه كده؟ طبعا في عده برضو شيكات وحقوق ماليه، زي مثلا مصاريف جنازه، مصاريف علاج، مصاريف كذا، كله الان بنحاول ان شاء الله ننهيه ونصرفه باذن الله.